هلا حبايب، شلونكم؟ حتى اسالكم نوقه، يلا نشوف طريقه العمل. هلا وشلونكم؟ حتى نسوي لكم نوقه، راح اجيب 300 غرام مبروش وكاكاو ونضرب زبده وحليب المكثف، اخلي الطاوة على النار، انزل الحليب المكثف وانزل الزبده. بعد ما فارب هذا الشكل راح انزل عليه المبروش واخلطه بهذا الشكل. هسه كمل عندي، راح اجيب قالب اخلي بيه ورق الزبده وانزل المبروش بيها. بعد ما نزلت راح اقص الزايد واكبسه بهذا الشكل، اخليه لمدة 3 ساعات او 4 ساعات بالثلاجة بالفريز. هسه كمل عدي، راح اطلع من القالب وافكه من ورقة الزبدة، راح يطلع عدي بهذا الشكل. راح اجيب الساطورة قطعة اصابع طوال، بعد ما قطعته راح اقصهم بالنص اخليها بالكاكاو واخليها بالصينية على ورق الزبدة. بعد ما كملت راح اخليه بالفريز لمدة ساعة. وهسه هنا كمل عدي وشوفوا شلون طلعت، والطعم خنفشاري، الف عافية. بعد ما كملت اجيب صحن التقديم واقدمها بهذا الشكل مثل ما تشوفون، واضيف الكرز واضيف ورد مجفف وغازو حليب المكثف بهذا الشكل، والف عافية وشكرا للمتابعة. بعد ما خلصت النوقة سنجي نضوق، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واو، الطعم فنفشاري واقطع.